احنا هون ان شاء الله بمنطقة عزيزة كتير على بيروت، منطقة عزيزة لانه هذه من المناطق القليلة اللي بقي العيش الواحد فيها دائم لم يتغير طوال الحرب. لا تهجر حدا ولا تعرض حدا ولا حدا غلط بحق حدا. هيدا نموذج لكل لبنان. يمكن هوا البحر وهوا الصيادين هو اللي حل البركة عليها. موجودك يا معالي الوزير. وعروبة أهلها الدايمة والأكيدة وقوفهم إلى جانب الحق في كل موقف سياسي وفي كل موقف وطني. عروبة منير الصياد الله يوجه له الخير. وطنية بيت الديك صغيرن وبكبيرن. اليوم نحن موجودين هون لنكمل اللي بدأوا الشهيدين الكبيرين الرئيس رفيق الحريري وكمال بيك جملة. هول دفعوا حياتهم ثمن لاستقلال لبنان وثمن لسيادة لبنان وثمن لصمود أهل لبنان اللي مستمر حتى اليوم رغم كل العواصف. ان شاء الله يعني ما بدي اقول لك خلال ساعات بس خلال ايام بالتاكيد بكون الوزير فنيانوس مثل ما وعد لزم الحمايه البحريه وما حكي بس نفذ والتزم. وان شاء الله نحن وياكم نبقى بخير وان شاء الله دائما بكون بهالحكومات في وزير مثل الوزير فنيانوس بيقعد وبيوفي. مثلك يا معالي الوزير.